السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج بسام جابر يحاور. وسأحاور اليوم حمد طافش من بيت جان. برحب فيك حمد طافش. أهلا وسهلا وأهلين إياك علي. كيف الحال؟ الحمد لله الله يخليك. طبعا يمكن أول مرة بالطيب، مش بس في 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 الاستوديو أنت هنا. في الاستوديو أول مرة أنا في طيب إلا كمان. معلوم. وين كنت كمان؟ في كل المنطقة. كنت في سوريا، كنت في لبنان، كنت في الأردن، كنت في وين كنت؟ كنت في غزة، كنت في كنا في المناطق الفلسطينية. معلوم كنا أما في خلال لأنك عن سوريا أهم شيء، لأنه سوريا والدروز وحضرتك من بيت جن. بيت جن هي بلدة درزية، بلدة درزية 12 ألف وإشي نسمة، كلهم دروز من طائفة الدرزية الموحدون الدروز. الأصل كمان أغلبها من سوريا ومن لبنان. بعدي لمحة بسيطة عن الدروز، هن الموحدين، هن طلعوا من المدينة المنورة، هن عرب أقحاح، وصلوا جبل حران، منطقة حران، واستوطنوا هناك، ومن هناك بدوا يتشعبوا. حران وين؟ في سوريا، جبل حران، جبل العرب. لأنه أكثر شيء مربوطين الجمهور الدرزي، أبناء الطائفة المعروفية الدرزية، أكثر شيء مربوطين في السويدة. في السويدة. السويداء. أهلنا غاد وإحنا أصلنا من. أنت كنت هناك؟ لا، ما حلفنيش الحظ. أنا. كنت انت كنت حابب اشوف فهد بلان في حينه، وكان مريض كاخر حياته اعتقد توفى. هو مطرب الرجولي فهد بلان، صوت الجبلي، صوت الجبلي ومطرب الرجولي، وانسان نادر وجوده. واشرح لها. ايوه. على البال بعدك يا جبل حوران. صحيح. والحمد لله عندنا شباب كمان، في ناس لهم قرابة لازم، يعني اليوم عماتهم أو خالاتهم أو جدودهم غادوا. عندنا في دار طافش كمان في قسم من العيلة اللي لهم جذور غاد، جذور رسمية، يعني قرابة رسمية. إحنا بنعتز في كوننا عرب، إحنا بنعتز كوننا من بني معروف، بنعتز في علاقتنا مع أهلنا وأصلنا السوري. وفي هاي المناسبة كمان نتمنى انه تمرق هالغيم اللي كانت على سوريا، وترجع الحياة لمجرية، ويرجع السلام والمحبة، وترجع سوريا رمز للعروبة، وترجع كيف كانت الناس تعيش بأمن وسلام. لانه سوريا مرق عليها كثير، بالأخص في آخر عقد في سنة 1925 اللي انجبروا الدروز يطلعوا لانتفاضة، لثورة ضد المستعمر الفرنسي، واللي سلطان باشا الأطرش. سلطان باشا الأطرش اسم يعني بهز هز. هو كان من الناس اللي كان لهم دور كبير في الثورة السورية، في الثورة على الفرنسيين. واليوم أعتقد أنا كنت في مسقط رأسه يعني السنوات الأخيرة، وشفت بيعملوا هناك مقام له خصوصي، نصب تذكاري. نصب تذكاري. هو أقرب على الدين اليوم ولا هو أكثر سياسي؟ هو أقرب على الدين ولا أكثر سياسي؟ كيف يعني كيف منظروا للدروز؟ هو شخصية نادرة، هو بنحسب قائد، مش بس على مستوى، لأنه في مقامات يعني كمان في للدروز، شخصيات دينية دروزية اللي بحطوها. بالضبط. أما هذا نحكي هو أكثر زي ما قلت مش مقام، إنما بيعملوا له شو اللي عاملين له إياه هناك؟ صرح تذكاري، يعني عم بيعملوا له إشي لتتذكروا. إحنا بنقزم أنا صح، هم يعملوا له في هذا الصرح التذكاري اللي كيف ما بتسميه، وهم يبنوا فيه. إحنا كنا هناك واليوم خالص ومحل واقف، والحمد لله مع كل اللي مرق على المنطقة ما نضرش في إشي، وبالعكس رمز الحرية. على فكرة كمان فريد الأطرش هو نفس العيلة. لا بالضبط. أيوة نعم. يعني مش إنه اسم عم سمى، لا لا، نفس عائلة الأطرش، قرابة من نفس العيلة. وكمان موسيقار خالد جدا، ومدرسة في الموسيقى. الدروز بحبوه. بس بهمش، بدي اعطيك بالنسبه لسلطان باشا الاطرش مشان اعطيه حقه، لانه اذا قلنا بس انه درزي وثائر او قائد ديني او قائد سياسي، بنكون عم نقزم في حجمه كثير كثير، لانه هو كان قائد عربي اللي، ومش صدفه تسمى الجبل الدروز جبل العرب اليوم، وهذا الاسم اللي بلايق له، لانه اصل العروبه، اصل المواقف، اصل النضال، اصل الحريه، اصل كل شيء بتفتخر فيه العرب موجود في الجبل. سلطان باشا الأطرش يعني بس تنختصر عن حياته، إنه القائد الثوري الوحيد اللي بعد ما خلصت الثورة رجع لأرضاته، ورجع لحجمه كيف كان كإنسان عادي، لا قبل يأخذ وظيفة، لا قبل يأخذ رئاسة الدولة ولا وزارة ولا مال ولا جاه. قال لهم أنا واجبي سويته، قدمته لوطني، أنا مستعد
أخدم وطني كل عمري، بس أنا بديش إشي، أنا خلوني في أرضاتي، خليني بين ناسي وأهلي، وهاي هي الناس الحقيقية الأحرار الحقيقيين، وإحنا بنفتخر فيه كإنسان عربي زعيم على مستوى عالمي. كل كلمة استعمال كلمة الجبل، أعتقد كمان الدروس في لبنان برضو قسم منه منطقة الجبل، ولا أنا غلطان، ولا بس في سوريا؟ لا لا، كمان الدروز كمان في إسرائيل، هون عايشين في جبال الجليل، عايشين في جبال الكرمل، عايشين في جبال بمحاذاة جبل الشيخ. نوع من التميز لهم بهذا الإشي، يعني مش بالصدفة الإشي، يبدو إنه الدروز يعني في إشي. كيف بتفسر أنت كشخصية درزية، كيف بتفسر هذا الاشي انه دائما في الجبل، دائما في المحلات العالية، دائما وموجودين في هاي المنطقة اللي هي لبنان سوريا اسرائيل وشوي بالاردن؟ يمكن هذا سؤال كثير قيم اللي انا بدك تسمح لي انه اشدد في الاجابة عليه، لانه هذا بدل شو كيف دروز صلوا الدعوة التوحيدية. طب بعطيك زي ما بدك، بس اعطينا اقدمك للجمهور طبعا. انت حمد طافش ابو ساري عاشت الاسامي، الله خليك، ناشط اجتماعي وسياسي في بيت جان وفي الوسط الدرزي بشكل عام. أنت رئيس اللجنة الشعبية في بيت جان، وأنت نائب رئيس اللجنة المعروفية للدفاع عن الأرض والمسكن في الكرة المعروفية. هاي كل منصب أو كل وظيفة بتشغلها بطريقة أو بأخرى، سواء أعتقد كله هذا تطوعي مش بمصاري، كل واحد بيقدر يحكي عن هالواحد ساعات. تعال نحكي بشكل عام، تعال نبدأ باللي أنت بديت فيه، إنه بالنسبة للدروز، وقلت لي انه هذا سؤال مهم، انتم موجودين عمليين دروز في اول شغله كمان في لكل انا بدي ارحب فيك كبسام جابر، احنا وعينا على صوتك، ملاعب واهداف. انت صحفي واعلامي نادر اليوم وجود شخصيات زيك، نزاهه صحفيه مطلقه، واحنا لنا الشرف نيجي على هذا البرنامج ونتحدث معك. بالنسبه لطائف الدرزيه، بس قبل خلينا انا مشان التواضع اقول انه انا انسان بسيط ومتواضع، وانا مبسوط سماتهم على وجوهك اكثر منك، انك موجود مني صدقني. انا بحب الناس وبحب الجمهور وببساطه وبتواضع، ماله نجاح باهر ونجاح كبير بفتخر فيه وبدي اضل افتخر فيه، اما كانسان احنا خلينا نضلنا بسيطين هيك زيكم. انت البركه وسماتهم على وجوههم لنا الشرف، قلنا لك اخرى مره هون. بالنسبه للطائف الموحدين والدروز الموحدين، قبل 1000 سنة وجدت الدعوة بالضبط في 1017 ميلادي. وجودهم اليوم سكنوا على جبال، كل الطائف الدرزية تقريبا كل المناطق ساكنين على جبال، من كانوا يفلوا من الاضطهاد اللي كان يلاحقهم في السهل يعني. بالضبط، كانت يبعدوا عن الجيوش وعن الحكومات وعن الاضطهاد مشان يسكنوا بعيد. السكن بعيد في جبال مش هوينة، أرض صحيح صعبة في لحيتها، الروحة وجيانة عليها صعبة جدا جدا، كان يدور وين في موارد مية على روس جبال ويطلعوا يسكنوا. واليوم أنا كابن بيت جن، وبيت جن موجودة على قمة الجليل أعلى نقطة في إسرائيل، إذا بخيروني وين بدك تسكن بسكن بس في بيت جن. بيت جن من أحلى نقاط موجودة على الكرة الأرضية، من أحلى بقعة موجودة على الكرة الأرضية، وإحنا كثير مبسوطين في العيش هناك. من هناك بتقدر تشوف لبنان وسوريا من عندنا، من غير بتشوف 360 درجة يعني، بتقدر أي بلاد؟ الأردن، في نقط في بيت جن بتقدر تشوف الأردن وسوريا ولبنان والبحر، وإسرائيل مفجوجة قدامك زي صحن واحد، وتحت كمان الرامي، جيرانكم الرامي على سفح الجبل. أيوة على سفح الجبل. في حساسيات بين بيت جن والرامي؟ بحكي أنا بالمزح يعني. كبلاد لا، ما فيش أي حساسيات، بالعكس عايشين في سلام ومحبة. أكبر أي أكبر واليوم ولا الرامي؟ لا بيت جن قد الرامي عمرتين وشوي تقريبا. أيوة، اما لكن احنا يعني خلينا نبقى حذرين من اهل الرامي نحكي اشي يزعلوا علينا. لا لا اصحى. اما لا، احنا كمان في نقطه لاهل الرامي عندنا بتنحسب يعني، اسا اللي هن في بيت جن ما كانش مدرسه ثانويه، قلنا سبب انه بعاد ما كانش مدارس تقريبا شيله، اليوم بس بالرامي كان من زمان مدارس ثانويه، مدرسه ثانويه. ما هذا اللي بحكي، اليوم بيت جن متربعه على عرش الثقافه والتعليم في دوله اسرائيل، خط رقم واحد باشياء معينه، 4-5 سنين المحل الاول في الثقافه والتعليم. بس كمان ممنوع ننسى انه المعلمين اللي عم بيعلموا اليوم، او اغلب المعلمين اللي قادوا هذا المسير الثقافيه، تعلموا في الرامي. كان كل اهل بلدنا ينزلوا يتعلموا في الرامي بالاخص في الثانويه، والحمد لله في ثمره اليوم اللي احنا بنفتخر وبنعتز فيها، انه اهل بيت جن من صعوبه الوضع غاد والتضاريس تبع البلد تركوا الزراعه وتوجهوا للعلم، وتركوا الوظائف الحكوميه وتوجهوا للعلم، وهذا في ثمره جهود ابائنا والمعلمين الكبار اللي احنا بنعتز ونفتخر فيهم.
نكمل باللي احنا لسه ما حكيناش عنه معنا ذكرنا موضوع انه الدروز موجودين في سوريا في لبنان في اسرائيل وفي الاردن. بالضبط. شو بنقدر نحكي عن تقدر يعني تضيف لنا لهي المعلومه الصغيره؟ الدروز اول شيء بيحترموا وين بيعيشوا، مواطنين صالحين في كل الدول وين تحت العلم اللي بيعيشوا فيه ومجبورين. بسألك سؤال بسرعه لازم اسالك لخوف انسى لانه السؤال جوهري. انت بتحكي حكيت عن سوريا وكل بالمعنى يعني ان شاء الله يخلصوا من الوعكه هاي اللي بين قوسين اللي صايبتهم هذا، بس انت اللي هذا موقف، في موقف ثاني، في موقف اللي بيحبش النظام السوري، هل هذا الموقف الثاني كمان ينضوي تحته كمان دروز ولا دروز احنا مع حافظ بشار الاسد واحنا مع النظام السوري، ولا في حدا اللي بيقول لك لا انا جوابي للموضوع؟ فاهم السؤال؟ ايوه 100% انا فاهم وعندي جوابي لك، انه كل انسان مش بس درزي ولا اي انسان لازم يحترم الدول الثانية، ممنوع يكون تدخل. احنا لا عم نقول نظام مع نظام ولا ضد النظام، احنا مع اهلنا غير مع السلام في كل المنطقة. مش انا بقرر اذا بشار لا، بس انا سألتك بدي اصعب عليك شوية اخ حمد، سألتك اذا في صفوف ابناء الطائفة الدرزية المعروفية اذا في يعني خلاف وجهات النظر تجاه الرئيس بشار الاسد او تجاه النظام السوري، ولا مثلا تقول لي انا بعرفش ما عنديش الجواب فعلا، اما انت اكيد بتعرف الجواب، ولا بتقول لي انت 99% من الجمهور الدرزي بايد النظام السوري؟ انت عم تحكي عن جمهور الدرزي هون ولا في سوريا؟ هون احنا في تضارب في الاراء وكل انسان بيحكي رايه، واحنا الحمد لله عايشين في ديمقراطيه بنقدر نحكي راينا، بس هذا الاراء الشخصيه ما لهاش تاثير على جماعتنا غير هناك، وما لهاش تاثير على جماعتنا. لا قصدي هناك هل نفس نقول المواقف السياسيه مع كونها بعده طول، قصدي بالنسبه للنظام هل هي بتشبه او مماثله للمواقف السياسيه للجمهور الدرزي هون داخل دوله اسرائيل؟ اتحكيك شغله، دروز اسرائيل ودروز سوريا لهم تاثير على تاريخ وحاضر ومستقبل الشرق الاوسط ككل. دروز اسرائيل لهم تاثير. اكبر على دليل اللي حكينا عنه قبل شوي سلطان باشا الاطرش. بالضبط، هو كيف قاد الثوره، بس احنا عم نحكي على التاريخ على الحديث. على الحاضر تبعنا، التاريخ الحديث والحاضر تبعنا اليوم. والشيخ موفق لسه موجود في امريكا الله يسهل امره، شيخنا الشيخ الطائفه الدرزيه موجود في امريكا. بس هو مش من بيت جن؟ لا هو من جوليس، اما هو شيخ الطائفه هو الشيخ الروحي شيخنا كلنا وبركتنا، هو موجود اليوم في نيويورك لانه يحاول يساعد اهلنا واللي طلعوا من سوريا كمان ما يتبهدلوش وياخذوا حقهم، واذا كيف يبدوا يقدروا يرجعوا على بيوتهم وارضهم. دقيقة شوي، انت بتقول شيء انا ما قريتوش هذا الخبر ولا مره قريته، على كل وسائل الاعلام موجود في كل وسائل الاعلام. بالضبط، انا ما لحقتش، انا امبارح كنت في اجتماع وبحث معين في الكنيسة، ضلتنا الساعه 3 واحنا نسمع اراء هيك. الشيخ موفق لسه على رئيس وفد من صلوا يومين ثلاثه في امريكا في الامم المتحده ومع رؤساء الجاليات في من كل الطوائف غاد، وعم بجرب قديش بيقدر يساعد، وطبعا هذا بده يكون في التنسيق يعني مع كل القوى الفعاله في المنطقه. لازم يكون لازم يكون له لغه مشتركه مع لبنان مثلا عم نطعم من خلال القياده الدرزيه في لبنان، مع سوريا من خلال القياده الدرزيه في سوريا، وهنا في اسرائيل لازم يكون علاقه مليحه كمان مع الاسرائيليين، لانه بقدرش يعمل الاشياء وياخذ راحته اذا ما خدش تأييد هاي الجهات الثلاثه. انا رايي الشخصي انه اسرائيل وسوريا هن اللي رايحين يقرروا سياسة الشرق الأوسط المستقبلي ويهيكلوا كيف بده يبين الشرق الأوسط المستقبلي، احنا ملناش هاي السياسة كبيرة، اما المقصود انه دروز اسرائيل لهم تأثير هون، واكثر اثبات كيف لما حاولوا يتعدوا على حظر جبهة النصرة والارهابيين وقفت قيادة الطائفة الدينية والسياسية وضغطت على كان بيبي نتنياهو رئيس الحكومة في رحلة عمل، وطلع من نص المؤتمر أو قطع المؤتمر تبعه، تقاطع ودعالة دكتور للإعلام بيان للإعلام إنه إسرائيل مش رايحة تسمح يتعدوا على حضر، وإسرائيل رايحة تدافع ومن هذيك الإعلان تبعه تبع رئيس الأركان تراجعوا الإرهابيين، وأهلنا الحمد لله كنا إحنا في موقف فوق، وقفنا على كنتوا على حدود، طلعنا وقفنا، كان آلاف الناس من الطائفة الدرزية وكنا مستعدين إذا بده ينضروا جماعتنا نقطع شريط ونفوت ندافع عنهم في دمنا، لأنه هيك ربينا وهيك لازم يكون، والحمد لله ما نحوجناش
دولة إسرائيل وقعت وقفت وبتسجلها نقطة كيف بيقولوا نقطة في إلى حق مع الطائفة الدرزية إنه لما اعتزلنا موقف حق موقف حق بالضبط مع الطائفة الدرزية إنه لما وصلت الشغلة إنه إحنا بدنا يدافع عن أهلنا وقفوا موقف حقيقي. يمكن عندهم حسابات ثانية يمكن عندهم سياسة ثانية, أما بالنسبة لجماعتنا الحمد لله ما نضروش وهي الشغلة بتتسجل لهم. وبالنسبة لدروز سوريا لهم تأثير اليوم, الجبل لحاله الشرق الأوسط كان مولع وهجة نار, والمنطقة الوحيدة اللي الله حماها وظلت وسندت النظام بالحساب إذا بشار ظلوا لأنه الجبل ظلوا بعدين رجعت يسيطر على باقي المناطق دروز سوريا. مش هيك احنا بنقول دروز إسرائيل ودروز سوريا لهم تأثير كبير والحمد لله الحروب عم تنتهي, الموجة الإرهابية هاي كمان عم تزول على رأيك عم تنتهي. حمد طافش أنا متأمل خير إن شاء الله. حمد طافش ناشط اجتماعي وسياسي في بيت جن, لمن انضموا إلينا لاحقا لهذه المقابلة التي تبث بثا مباشرا في قناة هلا وفي المقابل في موقع بانيت والتي سيعاد بثها أكثر من مرة كمان في قناة هلا وكمان في موقع بانيت. نرجع لسلطان باشا الأطرش, بدي كمان قبل ما ننتقل لمواضيع ثانية وفي عنا كثير مواضيع, وقلنا انه فريد الاطرش هو من نفس العيله. هسه فريد الاطرش فيه له شعبيه, كان شعبيه هائله, كانت ام كلثوم اللي كانت رقم واحد, كان محمد عبد الوهاب كان رقم واحد, كان فريد الاطرش اللي هو كان رقم واحد, وكان عبد الحليم حافظ اللي هو رقم واحد. يعني هذول كانوا, وطبعا فيروز في لبنان وفي الشام رقم واحد, هذول يعني كلهم كانوا يعني أرقام صعبة بالفن, يعني قوة هائلة كان لهم. وفريد الأطرش كان من المطربين أنا حسب رأيي اللي يعني مش راح ينتسوا. طيب اليوم الأعراس عندكم عندنا وعند هذا أكثر بيعطوا أغاني شعبية مطربات ومطربين جداد وكي شوي بعيدين عن الطرب, بعدنا بنحبهم كلهم مع بعض, أما ولا مرة بوصلوا درجة أم كلثوم, محمد عبد الوهاب حكينا, فريد الأطرش, عبد الحليم حافظ, حتى ممكن نقول فايزة أحمد, فيروز طبعا, وديع الصافي, كثير في يعني مطربين من الدرجة الأولى عمالقة, ومنهم فريد الأطرش اللي الجمهور العربي حبه كثير. وفريد الأطرش هو قريبه لسلطان باشا الأطرش, وعائلة الأطرش في سوريا عائلة كمان في لبنان في قسم عائلة كبيرة كثير, وعائلة يعني بقدروها وبيحترموها. هسا أنتم بالنسبة لكم يعني أنت بتفتخر إنه فريد الأطرش مثلا من درزي ولا بالنسبة لك عادي زي وزي غيره؟ بالعكس, أي إنسان بقدر هاي المواهب من الله سبحانه وتعالى. الموهبة اللي كانت عند فريد الأطرش مزبوط الشعب حبه, بس ما أخذش فرصته زي باقي المطربين زي أم كلثوم وعبد الحليم والعمالقة, هذول إحنا بنفتخر فيهم. بس كمان فريد الأطرش في هذه الفترة انظلم, هو أصله سوري وكان ساكن في مصر, وفي مصر كان أم الدنيا, نزاع أم الدنيا, بس نزاع على المحل الأول, على المحلات الأول كان كل, لأنه كان كمان أنا بذكر في صاحب الأستاذ دكتور غازي خير دائما هو بالنسبة له قمة الطرب فريد الأطرش, قمة المعرفة في الموسيقى, حاز على أكبر جائزة حاز عليها إنسان شرقي في فرنسا, بعرف شو اسم جائزة, محل الأول على أعزوفي, وكان مطلع تقسيم على العود اللي ببين قديش هذا البنات كان موهوب. أعتقد هاي بتنذاع بالراديو كثير, هاي بتقول عنها المعزوف اللي صعب تنعزف, مش بس تتألف, يعني عازف وملحن ومغني في مستوى لازم يكون في المحل الأول بلا منازع. تعال احنا نترحم على أرواحهم جميعا كبار, ما عدا في ناس عايشين لليوم مثلا فيروز الله يطول عمرها, مش كلهم يعني متوفين إن شاء الله, الله يطول عمر اللي عايشين والله يرحم اللي توفوا. وانا مثلا انا دائما كنت انا يعني مش عارف اقرر احب مين اكثر منهم هذول العمالقه, فكنت احبهم كلهم يعني في محل بالقلب لهم كلهم, بمن فيهم فيروز اللي هي يعني تعرف انتم عندكم بالجليل لسه يمكن اقرب عليكم فيروز من هو
في منطقة المركز والجنوب، لأن فيروز هي قسم من الحياة اليومية للناس. اليوم بتلاقي بتمرق حد البيوت على الصبح كلها دايرة فيروز بتنبسط. إحنا بعدنا حياة قروية مبسوطين جدا في عيشتنا، وبالنسبة لنا فيروز كمان من تراثنا ولكل المطربين. يعني إسا وإحنا جايين بنتي سمعت أم كلثوم، هاي هذا الطرب الحقيقي اللي بتقدرش تتركه، يعني اللي وقع عليه بده يضل مرافقه لكل حياته. إحنا مضطرين إسا نوقف لأنه في فاصل إعلاني. بعد هذا الفاصل سنعود إليك حمد طافش من بيت جان، ناشط سياسي واجتماعي، لنواصل البرنامج بشقه التالي. عودوا إلينا بعد الفاصل الإعلاني. اهلا بكم مره اخرى، لنواصل معا هذا البرنامج، برنامج بسام جابر يحاور. وضيفي هنا في الاستوديو هو حمد طافش، ناشط اجتماعي وسياسي في بيت جان وفي الوسط الدرزي بشكل عام. كمان مره برحب فيك حمد طافش. بالنسبه تعال شوي نحكي عن بيت جان. بيت جان فيها 12,000 انسان، شو بتقدر تعطينا معلومات عنها اساسيه؟ كيف حكينا قبل انه كلهم 12,000 دروز موحدين، كان اساس عند قيام الدولة كان عدد سكان البلد 1200 نسمة، كان اغلبهم يعتاشوا كلهم يعتاشوا على الزراعة. اي زراعة في بيت جان؟ جبل كله جبل. اما كان طبعا انت اكبر عمره قدر، بس كان العنب عنب بيت جان وصفة، وكان كله على الفلاحة. والناس الأهالينا أجدادنا تعبوا كثير كثير، كانت أرض جبال، اليوم مطوعة، اليوم إحنا منقدرش نمشي عليها ماشي، كانوا يطلعوا يحرثوها ويزرعوها ويعتاشوا منها. اليوم فيها العنب هذا بزرعوه ولا أقل؟ الأقل بكثير. أما بس في؟ في يعني بس هيك بعض الناس عندهم إلون كرز مثلا، كرز بالجولان في عندكم لأنكم محل عالي؟ في كرز، بس ما فيش يمكن اللي بيقدروا يعتاشوا من الزراعة في بيت جن. لا بس إذا واحد بالساحة البيت بيعمل زراعة معلوم ثمر بيت جن، تفاح ثمر بيت جن. أول إشي الأرض خصبة، بس أرض بعلية يعني لابت أورجانيش البقولة. طبيعي كله طبيعي، ويعني ثمر بيت جن موصوف في إيش بيت جن في مجبور ترجع غضبة الجولان. التفاح والكرز مميز عندكم نفس الطعم؟ عنده طعم مميز، إشي غريب. مش عم بخاوز إذا بقول لك أطيب في بيت جان، إذا بصح لك كمان بالنسبة لكل يعني بتشرف وبتذوق من كل النواحي. يعني بيت جان وصفة، ثمر أي ثمر بتزرعه في بيت جان أي نبات بيطلع الثمر تبعه الحمد لله. أرض خصبة بس بعل، ما فيش لا بسق ولا إشي، وكل اللي ممكن يعتاشوا على الزراعة في بيت جان معدودين اليوم. أما في الفترة هذه كان كل العيش على الزراعة. أنا بيت جان بعرفش محطة البنزين تبعت عضو الكنيسة اليوم مزبوط يا صديقنا أبو رواد صالح سعد. مزبوط صالح سعد عاش إلا هناك مرة، عزمنا على افتتاح وكنت هناك عشانك متذكر. بعرفش بيت جان بطلت له المحطة، بس هو اليوم عضو الكنيسة وعم بيشتغل منيح إن شاء الله. الله يمكن أمل النجاح. الأرض له، المحطة كانت له كانت بعرفش. هات نحكي موضوع ثاني. أوكي طيب أوكي، خلينا نحكي موضوع ثاني برضو من ندير بالنا لا نحكي كلمة اللي مش لازم نحكيها. بكل أحوال إحنا بنحكيش على إشي يعني من ناحية الدقة، لأنه بالصحافة إحنا عم بيشوفونا عدد هائل من الناس الآن ولسه رح يشوفونا. دائما الدقة يعني أهم إشي في الإعلام، عشان هيك عشان الدقة. وكنت بتقول إنه الجمهور بحب بانوراما بانيتو. أيوة موقع بانيتو بانوراما اليوم في الوسط العربي ما فيش قدامه، في مصداقية يعني. انت ليش هلا يعني ليش هلا لا يعني أقل يعني هلا محطة التلفزيون؟ بالعكس كمان هي عم أقول لك تشرفنا كثير إنه جينا لهون على هذا البرنامج، وإن شاء الله كمان دربك لقدام. قديش عملت في حياتك كمان، نتأمل لك استمرار النجاح. تسلم. كيف بيقولوا الصحة وكل إشي. أيوة لا الحمد لله بعد الشاب وان شاء الله العمر طويل. وإلك كمان في بيت جان حكينا عن الاشياء كيف كانت كيف هي اليوم تقريبا هيك على عجاله. وهي المنطقه بتتسمى منطقه الزبود، وكمان هناك جبل الجرمك جرمك. حتى لما حداي لما كثير بسمع حدا اللي بضل دائما بيحكي عن او هو نفس المقطع دائما بعيدوه بيحكي فيه عن جبل جرمك. جرمك ولا الجرمك؟ كان بلد اسمه الجرمك وفي عين مي غاد، واليوم راحت البلد طبعا انهدمت، اما بعد الاثار موجوده وبعد الميته موجوده.
وانا مش صدفه قلت لك اجمل منطقه في من اجمل مناطق العالم منطقه بيت جن، كمان اللي بتقعد على سفح جبل الجرمق، والزبود هي منطقه في سفح جبل الجرمق. زبود صار اسمه مرادف للنضال الشعبي في 87، كان موقعة الزبود اللي اهل بيت جن بعديه الاحتقان اللي هو شبيه للاحتقان الموجود اليوم، بعدين بنحكي عليه. لا احكي هاي أوكي موضوع أوكي. حقوقنا بنقدر نحكي عليه بعدين. أما بالنسبة للزبود وبالنسبة لنا رمز لتثبتنا في الأرض، رمز لنضالنا، وأنا بفخر أنا كمان بنت من عائلة طافش اللي عندهم أرض فوق في الزبود اليوم قولا وفعلا متابعين محافظين على الزبود. بتحكي عن ذكرت عائلة طافش. نعم. أنا بعرف من عائلة طافش مجلي وهبي طافش وسمير وهبي طافش. مجلي كان عضو كنيسة وكان تقدم كثير بالحياة السياسية، وين اليوم أكل بس مع لا هو اليوم عم بيشتغل على سياسة خارجية، مع أنه طلع من البرلمان وكان له بصمات كثير في الفترة اللي قاعدها. كان نائب وزير إذا مش كان نائب وزير، كان نائب وزير الخارجية يعني مش وزير. كان نائب مع صلاحيات، كان رئيس الكنيسة، كان له باع طويل في موضوع القرائط الهيكلية وال العمل الجماهيري من أجل طائفته وبلده بيت جن. ألا كل طائفة، أما كمان بيت جن أنا بشهد أنه كثير ساعدنا في موضوع لما في الفترة اللي كان فيها وإحنا كنا في المجلس، وكان الحراك الشعبي كان له باع طويل في موضوع خدمة أهل بلده واللي التاريخ بيسجل له إياها. كمان أنا قلت له يا مرة الوطنية مش بس إنك شعارات وتقول أنا أرض الوطنية، كيف تقدر ترجع أرض اللي راحت من أهلك ترجع لهم إياها. وكان له كمان في موضوع كان مصادرة أرض الخيط لأهالي بيت جن في منطقة أيلة شاحر، كوكب الصبح اللي اسمه، عمل اللي قدروا كثير الناس رجعت أرضه، واللي ما رجعلوش أرضه ما أخذش مصاري كمان أخذ شقفة أرض. وبعد في ناس بفكر في قيد العلاج في الموضوع هذا. اليوم هو في بيشتغل كمان في زي بعرفش اسمه بالضبط، لجنة اللي لكل حوض البحر الأبيض المتوسط. دول اللي تنسيق أعمال تجارية وسياسية وإله دور طويل كبير. الأورو متوسط إيش من النوع. أيوة. أوكي. بالنسبة ل بالنسبة لأبو أمين سمير كمان الخال لسان طيب كثير، طيب كثير وقبضاي وإله مواقف، واليوم هو كمان إله باع طويل العمل، بده ينعمل في قرية ينوح محل التراث الدرزي، كان له باع طويل في الموضوع هذا، وعم بنعمل كمان عمل لجنة لكل الضباط الدروز اللي كمان هو اليوم رئيسه. نعم. وفعال في كل النواحي ويعطي العافية. حمد طافش، تعال نحكي شوي عن مشكلة الأوامر الهدم بخصوص عدد كبير جدا من المنازل كمان في بيت جان وكمان في الوسط الدرزي عامة، والحقيقة بالوسط العربي كمان. بالضبط. فهاي الموضوع أنا بدي أحكي عن لما أكل الدرزي، في ناس بيحبوا أكل الدرزي العربي أو العربي الدرزي، بيحبوش نقول الدرزي المسيحي المسلم، بيحبوا يعني أكثر يكون طائف الطائف الدرزية العربية. بيحبوا نوع من الكونزنس العربي هي لغة، اتفقوا على العربي هي لغة، كلنا بنحكي عربي، والديانة هي درزية، وإحنا من كلنا في الآخر بنقول يا الله، كانوا دروز ولا مسيحية ولا إسلام ولا يهود، وعلى ولو بترجع بس انه نقول يا الله، وكل واحد الطقوس الدينيه ظل له، وكل من عدينه الله يعينه. انا حسب رايي انا ضد الطائفيه، ضد الحكي في الطائفيه، لانه كلنا اولاد تسعه، كلنا بنعبد الله، وكلنا كل واحد عنده طقوس دينيه، هاي اللي بتفرق بيناتنا والنعم بالله. ايوه هذا الحكي مظبوط. بس بالنسبه لنا كطائفه درزيه، اللي اول شغله مش الكل من اول مقامات اسرائيل، مش كل طائفه درزيه ربطت مصيرها في مصير دوله اسرائيل عند قيامها. في اخوان ربطوا مصيرهم قبل قيام الدوله وصعدوا قيام الدوله، وفي اخوان اللي كانوا وطنيه وعارضوا وجربوا يمنعوا الاشي. اما صارت دوله اسرائيل، احنا عايشين تحت علم دوله اسرائيل، احنا خدمنا، احنا بس نطلب حقوقنا، ما نقولش اعطونا مكرمه، احنا لنا حق دوله عظمى اليوم دوله اسرائيل، احنا لنا حق في بناء هاي الدوله في جميع المجالات كمواطنين صالحين. انت بتقول يعني زي ما احنا كلنا دور في بناء هاي الدولة بدنا تعطونا حقنا، مش بس يعني انكم استعملتونا او شغلتونا او اخذتوا مساعدتنا لما كنتوا بحاجة لنا، اليوم لما صارت الدولة كبيرة وغنية وهيك تنسونا. هيك بتقول تقريبا. بس بدي اعطيك لمحة عن تاريخ الطائفة الدرزية مع تاريخ منذ قيام دولة اسرائيل لليوم، وقديش انظلمنا. يمكن
قلة اهتمام ويمكن سياسي مدروسي، بس حسب رأيي السكيف بشرح لك يمكن الأصح أنه سياسي مدروسي كانت وصلنا لوضع لهون، بس الوضع في قمة الاحتقان ولازم نوجد له حل. في 1948 عدد سكان بيت جان أو طائف درزية كان 12-13 ألف نسمة، اليوم إحنا حوالي 130 ألف نسمة. بلد واحدة من يوم ما قامت الدولة الإسرائيلية لليوم ما زادش ولا قرية درزية، 18 قرية موجودين كيف كانوا بعدهم، بس عدد السكان زاد، عدد السكان زاد في 10، يعني بيت جان كانت 1200 نسمة في قيام 10 أضعاف، اليوم 12-13 ألف نسمة 10 أضعاف بالضبط. دولة إسرائيل في سنة 1964 سنت قانون التخطيط والبناء. بدي أحكي لك لمحة عن بيت جن اللي تعرف أوكي المشاهد أوكي. يعرف شو وضع الطائف الدرزية من ناحية التخطيط والبناء وكيف وصلنا لهون. سنة 1964 سن القانون. في سنة 1977 قرروا أنه يجوا على بيت جن ويعملوا له خارطة هيكلية. أوكي مليح. بعد 13 سنة من القانون بدوا في 1977 يخططوا في أول خارطة هيكلية لبيت جن. خلصت وامتى تخطيط تبعها؟ في سنة 1983 اتقدمت ست سنين. امتى تصادق على اول خارطه هيكليه اللي كانت لازم تخدم 1977؟ في 1993. وبعديها من يوم قيام دولي لليوم في هاي الخارطه المصادق عليها، وفي اخرى خارطه مفصله لمنطقه عينيه في بيت جن اسمها القبع تصادق عليها في 1998. يعني من قيام دولي لليوم في خارطه واحده مصادق عليها. ماشي، بس حمد طافش بلكي الحق عليكم انتم، ما هذا هو ممكن حق على الرؤساء تعينكم، هذا هو بخلاش الامر، في حق على الرؤساء اللي هشليموا يعني استسلموا للامر الواقع. اما بصير مش بس استسلموا للامر الواقع، ليش ما هم يعني عملوا ناضلوا هيك لا ياخذوا الاشياء بسرعه؟ بالضبط. يعني بين يعني تعال نقولها كمان اكثر بوضوح، بغض النظر وبدون اي اتصال بدون اي علاقه باللي بدي اقوله، بس الجمهور الدرزي يعني قسم كبير منه بيخدم حتى في الجيش الاسرائيلي. بالضبط. يعني ليش الخدمه بالجيش مثلا وبعطوهوش مثلا حقوقه؟ او تعال نقول هيك، لو انه رئيس الرؤساء بيت جن على التوالي، لو انهم كانوا يعني يناضلوا يكافحوا يطلبوا حقوقهم، مش معقول. يعني انا ببريش رؤساء المجلس، بدي احكي لك يعني مش معقول كل شيء مساله حكومه، كمان وسط الدرز العربي كمان. بالضبط. اسمح لي، لو انه فتره واحده 5 سنين او 10 سنين اللي ما كانش فيهم خارطة بنقول هذا الرئيس العيني فشل في مهمته، بس من يوم قيام الدولة لليوم اللي انا قاعد عندك في خارطة مقدمة، بس في الخارطة المصادق عليها خارطة هيكلية واحدة اللي كانت تخدم سنة 1983، اليوم احنا في سنة 2018. بعد شغلة خلي في الخارطة الهيكلية بيقدروش، وزارة الاسكان في جعبتها ان هي تقدم خرائط للازواج الشابه، هن بسموها للجنود المصحين، انا بسويها بقول للازواج الشابه، لانه كل انسان بيطلع له قسيمه من الدول. عم بتنفذ هذا الشيء؟ هذا هو حكي. يعني عندنا في بيت جان كل سنه المدرسه الثانويه هاتا نعمل مشان عمليه حسابيه هوينه، كل سنه بتخرج 220 طالب، يعني 110 أزواج. من يوم قيام الدول لليوم في عندنا بس اخذت بيت جان 220 شقفه. قسيم اللي ابنه يعني كانوا تخرجين سنتين. بالضبط. اما الاخطر من هيك اترك شو كان، من 98 لليوم احنا 20 سنه بالضبط قسيمه واحده ما تقسمش في بيت جن، كان رئيس واجا بعده رئيس واجا بعده رئيس. انا برايي هاي مش بس اهمال ومش هاي سياسه مدروسه، اللي انا بديت احكي لك عن وضعنا كطائفه درزيه. لما قامت دوله اسرائيل كان للدروز حوالي يعني اهل بيت جن 47 الف دلم ل 1200 نسمة. اليوم عندنا تصادر في طريقة أو أخرى، مباع سماسرة أرض نزرعوا بين الناس بطريقة معينة، وصلنا اليوم عندنا بس 5400 دولار. يعني عندك 83% من أرضنا راح بطريقة أو أخرى، معناتها مش إيش الصدفة. لا ما هو برضو لأن إحنا بنحكي بتلفزيون وفي بانيت فشكل ناس كثير يتابعونا، خلينا برضو يعني نبقى منطقية. طب مي وين راحت الارض هاي؟ شو يعني اذا سماسرة دخلوا؟ بجوز على اهل بيت جان كمان حق في هذا الشيء، يعني كيلو مسؤولين هم عنه انه صار. يعني شو يعني 43 الف دنم يضل بس 5000 دنم؟ 47 ضل 47 راح حوالي 83% 42 الف دنم
ما كانش الوعي زي اليوم، كان عم يعني بقول لك كان زي كله بتعيش على الزراعه، كانت تفلح هاي الارض. اليوم بعدين ما كلهم توجهوا للوظائف، وكان مره كل بين جن مزروعه. إيه يعني كل التطور الاجتماعي الطبيعي صار سبب كمان انت لا كمان مدروس انه انقضى على الزراعه في بين جن من شان التجنيد الاجباري، انه الناس تصير توعى على الجيش وتكمل مستقبلها في الجيش وفي الوظائف الحكوميه وبالاخص الامن، كان في شيء مدروس. اما احنا شو بنقدر نضل نحكي من اسا لاخرى 10 سنين عن المشكله شو اللي كان وكيف وصلنا لهون؟ شو الحل؟ الحل بالضبط. احنا اليوم لازم كان ناس واعيين نفهم شو اللي كان. تعرف انت صاحبك فهم حلبي واصحابك قياده القياده الدرزيه واصحابك انتم بتقعدوا مع بعض بلجان مع بعض، شو الحل؟ فهم حلبي هو رئيس اللجنه المعروفيه، بالنسبه لي استاذ ومرجع، هو له باع طويل في خدمه قضايا الطائفه بشكل عام وبالاخص البناء ومخالفات البناء، وانا وياه في اتصال دائم. في لجنه من تشكلت من كل القرى، اذا بعطيك لمحه عن تشكيل اللجان. بس بالنسبه قبل ما اكمل، بالنسبه للدوله اليوم احنا وصلنا لوضع اللي احنا عاد في مشكله الاختناق، احتقان عند شبابنا وصبايانا طبعا، انه في ناس كثير مش عم تقدر تتجوز، يعني شباب وصبايا اللي فاقدين الامل. طب شو مع وزارة الإسكان بتعمل لكم مش حلول؟ ما هذا اللي بقول لك، من 20 سنة ما توجهش. اليوم في احنا استبرجع لك بالنسبة للجان الشعبية كيف تشكلت وشو دورها في الحراك الشعبي في الطائفة الدرزية. احنا قلنا احنا مواطنين صالحين، احنا مبسوطين في عيشتنا في الدولة هاي، بس احنا لنا حقوق وبدنا اياها. مش معروف الا احنا صحابين حق وبدنا الحق تبعنا. انا فت على المجلس مع المجلس القديم اللي كمان كان برئاسه الاخ بيان قبل، انه هو بعد اليوم رئيس مجلس في 2007 السنه العاشره تقريبا، يمكن السنه هو السنه العاشره. نعم كمان شوي بنحكي عن الرئاسه وعن حتى المرشحين للرئاسه. الصحافه بيحبوا السياسه، احنا بنحب السياسه والسياسه هي بتحرك كل العالم. مش عيب بعدين بيت جن بلد حساس جدا من ناحيه السياسه، حساس جدا جدا جدا، لانه احنا بنحب مع بعضنا وناس هيك، وسياسي مرات بتكون مش مزبوطة از يمكن زعل ناس من بعضها، بس ثاني يوم الانتخابات الحمد لله بترجع كلها. اسا بنشوف، اسا بنحكي ونشوف، اسا بنشوف. بالنسبة للجان الشعبية انا في 2008 فتك عضو مجلس، في اول 2009 اخر 2008 طبعا، في اول 2009 صار امر هدم اللي كل المنطقة عرفت فيه وصار عليه ضجة اعلامية، كانوا بدي يهدموا 3 بيوت لاخوان مشايخ ولاد ابو عفو، المرحوم ابو عفو. كعضو مجلس اندعيت على اجتماع لعندهم، لقينا انه كل يوم عضو بالمجلس؟ لا كنت 3 سنين من 2008 ل 2011. في 2009 اول 2009 كان عندهم محكمه، رحنا عليها، كان حكم مشحف جدا جدا، يعني يدفعوا افقي نص مليون شيكل وينحبسوا ويهدموا الدورن ويرجعوا الارض كيف كانت، يعني حكم ما كانش زيه. لا لحظه بدي اوقفك هنا، مش انا بعرف انه انت بدك تقول اشياء كثيره وانا بدي اسال اشياء كثيره. طب ليش نوصل الوضع من هالنوع انه يبني بدون رخصه؟ لانه ما كانش مجال يبنوا، هن لهم ارض. اليوم استفادت في الخارطه المقترحه الجديده، مش بس هن مشكله عينيه، بس هي المشكله كانت مثل كل الطائف، يعني في بيت جن لحاله في فقيل 400 امر هذه بيوت. ليش انا بقدر في فقيل 1800 مخالفه عند الطائف الدرزيه حوالي 8000 امر هذه. بعطيك تكمل، بس انا بدي اقسم هاي المشكله لقسمين. قسم اللي لا حول ولا، يعني فيش انه اي طريق ثاني للانسان الا يروح يبني ويتجاوز القانون، وهذا يعني هون يعني أسوأ وضع. أما برضو في قسم اللي يعني بيركبوا على هذا هاي الموجة وبروحوا بيبنوا مش بحق، يعني بيبني بشكل اللي يخرب على بلده، على منظر بلده. شو انت رأيك بهاي الشغلات؟ أي منطق بخلي واحد اللي بيقدر يطلع رخصة ويعمر ويأخذ مشكنتة أو قرض من الحكومة ويعمر داره وهو متريح يروح يعمل برا رخصة؟ ما فيش مجال، فيش حدا بيعمر بالرخصة إذا بيقدر يطلع رخصة. بس اليوم لما أنت بتعطيني حلول لما كانت بيت جن 4500 نسمة في سنة 1977، أنا لما بحكي عن الجانب الثاني أنا بحكي لمصلحة أهلنا. بالضبط، أهلنا ببيت جن وأهلنا بالرامي وأهلنا بالريني وأهلنا بالناصر، أنا بحكي من منطلق مصلحتهم. إنه يعني إذا إحنا إحنا مستنين نتجاوز قوانين تنظيم المياه، بصير واحد يبني بيته محل مدرسة، يبني بيته محل مستشفى، يبني بيته محل نادي. بتعمل فوضى معلوم، بتصير فوضى وبصير هذاك عمر في الشارع والمقترح ولا هذاك عمر في المدرسة. ليه؟ لأنه فيش تنظيم الأول.
هسه بدنا نرجع انه هم يعني سلطات التنظيم لازم تساعد يعطوا الرخص هاي، يعني هم نفسهم بالضبط. يساعدوا تتنفذ بسرعه الاشياء، مش على نفس النقطه. بس خليني اشرح على وكمان البناء والاسكان كمان على المستمع، وكمان البناء والاسكان يعطي يجيب لك حلول. هو دوله ومع مصاري، مع مصاري كثير اكثر من بيان قبلان وزير الاسكان يعطي بالثاني حلول الثاني يشارك. بالضبط، احنا بنطلع على المواضيع بالنسبه للحكومه شو قصرت. بالنسبه لنا كمجلس، هاي كل 5 سنين الناخب عنده بيقدر يغير الرئيس اذا ما عجبوش. بس بهاي الدوله عم بقول لك من 1977 لليوم فيش الا خطه واحده اللي كانت تعطي حل ل 4000 نسمه. احنا 13000 نسمه. شو قال بيبي مره؟ وين بنبني على السماء؟ مش رايحين نبني في السماء. احنا بدنا السلام لا بتعطي على ارضنا ولا بتعطيه يتوسع ولا بتعمل له شيكونات ولا بتعمل له حلول. في هون بيضطر يتجاوز القانون. ايوه، كيف بقولوا غصب عنه صار بالنسبه لهم يخالف القانون، والقانون خلق تنو يخدم المجتمع مش تنو مش المجتمع يخدم القانون. بالضبط، وكثير قوانين تغيرت. يعني إسه بدي أعطيك مثال كمان مشان تحليلي هيك. إسه عملوا قانون الدكاكين إنه تسكر في السبت في الوسط اليهودي. ماركولين مزبوط. أنا بشارت خلال نص سنة بيصير يدوروا كيف بده يغيروه. تسألني ليه؟ لأنه من بس يفوت القانون ويصير تسكر، المستهلك في الوسط اليهودي بده يصير يروح يشتري في الطيبة وفي يركا وفي سخدين. ورايحين يلاقوا إنه لا، المصاري عم تروح يوقفوا يرجعون. وليش لما انت شفت تفكير كيف بتفكر الاشياء بالضبط هسه؟ طيب ليش انت اليوم لما انت شايفني انا لو في نيه منيحه عم بعمر بلا رخصه، وشايفني مش لا عم بطلع مشكنته ولا عم بيعملوا لي شوارع ولا عم بيعملوا لي كهرباء ولا عم بيعملوا لي بنيه تحتيه بالنسبه لهم، وعم باخذوا مصاري؟ يعني الوسط العربي دفع في 3 سنين حوالي 50 مليون شيكل للجان تنظيم مخالفات بناء. مين استفاد من هاي المصاري؟ مين؟ طبعا اللجان التنظيم والحكومه. بدل ما الحكومه مش ضلت المصاري لمجلس محلي بيت جان مثلا، في بس في قسم معين باخذه. شو بده يفيده لما بتاخذ مجلس مليون شيكل في السنه؟ مش راح يحل مشكلته. حمد معنا ضلنا 4 دقائق. احنا تقريبا صرنا نصير يخلص البرنامج. البرنامج هو حوالي ساعه وعم بيخلص. بدي ننتقل لشيء ثاني. اعتقد روح الاشياء اللي قلتها، رسالتك من خلال روح حديثك فهمت، يعني فهمناها. بس انا بدي اقترح الحل اذا ممكن. تفضل. بس على السريع حبيت اسالك اسئله ثانيه كمان عن قانون كمز، حبيت احكي عنه كثير. اما قانون مشحف جدا، وهذا القانون لازم نحاربه، قانون ايريس كمز. أوكي. هذا القانون بحكي على السريع كمان مشان الحق. القانون هل هو لمصلحه السلطات والبلاد ولا لمصلحه؟ لا لا لا، هذا دمار، هذا قانون عنصري في امتياز. هذا القانون كيف انوجد؟ بعد ما صار الحراك الشعبي ضد الحكومة والظلم الموجود، قام رئيس الحكومة أوصى في إيرز كامينز مساعد المستشار القضائي يعمل هذا في 2015، يعمل له زي لجنة ليش عم بصير هيك وليش أنه في مشكلة هالقد صعبة في الوسط العربي الأقليات في مشاكل تخطيط والبناء. قام عمل توصيات. شو أهم التوصيات؟ أنه لأنه عم نعطيني عمره بلا رخص عم بصير هيك، لازم نمنعهم في كل قوة في كل عنف. شو سووا؟ إسا اليوم بطل فيش حاجة لمحاكم، يعني التنظيم يخالف وتروح على المحكمة وتحكي رأيك. بالعكس، صار الموظف اللي بيقدر يجي يعطيك أمر هدم، يقدر يعطيك أمر وقف العمل، يقدر المعلم اللي عم بيشتغل يعطيه أمر يوقف إذا لا بحبسه، إذا في عدة عم تحطط عندك بضاعة يوقفوها. والأصعب كمان إنه يعني على كل يوم بتستعمل أو بتبني حوالي 800 شيكل كل يوم، يعني بتقدر تلحق 100,000 شواغل بس غرامات. هذا القانون إجا يدمر. بدل ما كان إيرز كامينز يقول لأنه فيش تخطيط صار هيك، يشتغل في اتجاهين. اتجاه أول إشي بجمدوا الأوامر الهدم، بيرخصوا كل الدور الموجودة اللي تعمرت حسب لأنه ما كانش تخطيط زي ما لازم، بيجبر الدولة في فترة معينة يعطيها موعد 3 أشهر أو 5 أشهر كيف بعطوا في باقي القرى لحد سنة، تخطط وتطلع رخص لكل القرى الدرزية، لكل التوسعات اللي لازم تكون في القرى الدرزية في الخط الأكلي وفي الأحياء كمان، يوزعوا أحياء للقسائم للجنود المسرحين أو الأزواج الشابة كيف هني بيحبوا يسمون المهمية يعطوه.
وبعدين بتيجي اللي بيصير يخالف بعدين بعمر برية الخط الأزرق، مع إنه الخط الأزرق إجرام في مستقبلنا إنه حوطونا أخرى مرة، بس بعمر برية الخط الأزرق اللي وافقت عليه رؤساء المجالس، بعمر برية الخط الأزرق بتشغل له قانون كامز، بس مش تيجي قبل ما تخطط تشغل قانون كامز، خطط اعمل وظيفتك يعني الحلول، جيب حلول للناس تنام بالشارع، الناس تنام تحت السماء بالضبط. وحسب رأيي القيادة هون ما قدرتش تلاقي الحل، انه لازم يكون حل لكل القرى مع بعضها، لانه المشكلة في كل قرانا الدرزية. حمد طافش، بدي اقول انه دقيقة دقيقة ونص، الوقت بيمشي بسرعة. كان في بيت جان بنذكر اسماء اللي بلد صغيره 12000 بلد صغيره، بتعرف اليوم في بلدات اللي 50000 زي الطيبه و60000 زي مرفحم و60000 زي راهط، الوسط العربي كله يعني كبر ضعف مرات ومرات، ومنها بيت جان اللي 10 اضعاف عدد سكانها عام 48. اليوم بيحكوا عن مرشحين لرئاسه المجلس المحلي، والمجلس المحلي في الوسط العربي زي حكومة صغيرة، سلطة محلية. سلطة محلية. هسا اليوم بيحكوا كثير عن هذا، بدايته بذكر أسماء اللي أنا بعرف إنك أنت يعني مش أنت العنوان إنك تتطرق، بس أنا بنحكي، أنا بقول مني إنه بيان قبلان هو رئيس المجلس المحلي للفترة الانتخابية الثانية وراح يترشح كمان مرة، حمد طافش اللي هو أنت بذكروا اسمك، بذكروا كمان اسم راضي نجم، بذكروا اسم سمير زيدان، وزيد أسعد بذكروا اسمه، بذكروا اسمه نزيه ضبور ويوسف حمود، كثير أسامي بلد صغيرة وهالكدي أسامي. أول شيء أنا بديش أحرجك، لكن بدي أقول لك إنه اسمك مذكور وهيك، أنا بعرفش أنت شو مقرر إنك بدك تخوض الانتخابات بدكش تخوض الانتخابات، وبديش أحرجك أنا يعني طواعية بسألك إذا بدك تتطرق للموضوع، إذا لا عم نأجله لا لا. أول شغله أنت صحفي قوي مع إنه عندك الأسامي، كتبت في تصريح وحيد وكتبتها. إنه أنا اللي بعرفه بيان قبل مش ناوي يترشح، باقي الأسامي كلهم عم بيطرحوا نفسهم يترشحوا. بالنسبة لي أنا كل إنسان مستعد يترشح وجاي تخدم أهل بلده وهي شجاعة منه يعطي العافية. أما أنا قراري شبه ناضج، أنا عم بشاور إخوان وجماعة وفي توجهات إنه أترشح، أنا خلال فترة قصيرة بكون عندي قرار نهائي بعد ما أراجع بعض أعيان البلد والأصدقاء والصحاب والسياسيين الفعالين اللي إذا بدنا نكون كادر اللي يقدر يجيب ينقل بيت جن نقل نوعية لمستقبل أفضل. وإن شاء الله إذا بيكون القرار عن قريب جدا أنت أول إنسان أو من الأصدقاء اللي راحين يعرفوا معلوم، وإلنا الشرف في حضرتك، ونتأمل يعني لكل إنسان ساحة مفتوحة، بيت جن بلد كبيرة وإحنا كلنا لازم نشتغل تحت شعار كلنا أهل إن شاء الله. شكرا جزيلا عزيزي حمد طافش أبو ساري، ناشط اجتماعي وسياسي من بيت جن. أنت ناشط سياسي واجتماعي وسياسي في بيت جن وفي الوسط الدرزي بشكل عام، أنت رئيس اللجنة الشعبية في بيت جن، أنت نائب رئيس اللجنة المعروفية الدفاع عن الأرض والمسكن في الكرة المعروفية. بشكرك عشان جيت لهذه المقابلة، وإن شاء الله نلتقي بالمناسبات السعيدة. شرفنا في حضرتك، يعطيكم العافية. شكرا عزيزي. نحن إلى هنا سيدتي وسادتي نأتي لنهاية برنامج بسام جابر يحاور. هذا البرنامج بث كما دائما في بث مباشر في قناة هلا، وهو بالمقابل بث أيضا في موقع بانيت. سيعاد بث هذا البرنامج عدة مرات في قناة هلا، وأيضا يبث بعد حوالي ساعة أو ساعتين في موقع بانيت، ويبقى في موقع بانيت إلى ما شاء الله. شكرا لكم وإلى اللقاء.